السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا نشوف النهاردة مع بعض اكلاتنا سهلة جدا وخفيفة. اللي قدامكم دي عملناها البطاطس بالجبنة الموتزاريلا او اي نوع جبنة انتوا بتحبوه. البطاطس بتقطعوها وبتسلقوها عادي جدا، سيبيها تبرد، حطي عليها ملح فلفل، حبيتي تحطي عليها شوية بهارات اضافية، وهرسيها كويس قوي قوي قوي، وحطي عليها التوابل اللي انا قلتلك عليها دي، ومعلقتين دقيق تمام، وممكن تضيفي كمان معلقه نشا تديها قرمشه اكتر، وكوريها كده واعملي بايديكي كده زي فتحه صغيره زي ما انت شايفه، وحته جبنه موتزاريلا تشيدر اللي تحبيها واقفلي عليها، وممكن تعمليها كريسبي وممكن تعمليها كده وتقليها في الزيت عادي خالص. دي الاكله الاولانيه، سهله وبسيطه وتنفع كمان في المدارس، هتبقى جميله قوي للاطفال وممكن فطار ليكي انت كمان الصبح تمام. شكلها حلو جدا ولونها جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وتنفع مع وجبات او في الفطار او في العشاء زي ما تحبي. تعالوا نشوفوا مع بعض كده شكلها جميل ازاي. طيب تعالوا نشوفوا بقى لو عملنا فطار تاني للولاد حاجة بقى جديدة كده. هتجيبي اي عيش فينو عندك، حتى لو بايت ممكن تقطعيه بالطريقة دي، وممكن تقطعيه اصغر زي ما انت عايزة. الطاسة هتسيحي فيها شوية زبدة، تهدي عليها بقى النار خالص، وترصيهم جنب بعض كده، وتكوني جايبة زي بولة صغيرة تحطي فيها بيض. طبعا العدد البيض انا مش بقولك عدد معين، على حسب عدد الاسرة. وهتحطي عليها شوية اللبن والملح والفلفل، وتحطيها فوق الوش على العيش، وتسيبيها شوية على النار لغاية لما العيش والبيض هيتماسكوا في بعض. هتقلبيها الناحية التانية، هتشوف الشكل الحلو الجميل ده. هننزل عليها كده شوية كاتشب او اي صلصة عندك، وتحطي الجبنة وتحطي الفلفل وتحطي زيتون لو عندك، عايزة تحطي لانشون بيفي جبنة موتزاريلا، حاجة البيتزا كأنك بتعملي بيتزا بدون عجين في ثواني. تعمليها في الفطار، تعمليها في العشاء، تعمليها غدا، تاخديها معاكي في فسحة في مصايف. ايه رأيك في الطريقة دي؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لقناه فن ولعب عشان يوصل لكم مني كل جديد. شايفين الجمال؟ تحفه وطعمها رائع وخفيفه جدا جدا جدا. تعالي اوريك ازاي تشيلي الكيس الرملي اللي هي السلسله اللي في ظهر الجمبري بمنتهى السهوله. تجيبي الخله بالطريقه اللي انت شايفاها دي، بمنتهى السهوله هتشدي الحبل اللي فيه كيس الرملي زي ما انت شايفه كده بمنتهى السهوله، واعملي بقى الجمبري بالطريقه اللي تريحك. تشويه، تحمريه، تحطي عليه شويه ثوم مفروم وملح وفلفل وكمون، وتحطيه في الطاسه على النار. طبعا ده عايز غسيل كويس قوي 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 قوي، وتحفه ورائع زي ما انت شايفه كده. واولادك لازم تحببيهم في الاسماك والجمبري والكابوريا والحاجات الحلوه دي، علشان مفيدة جدا جدا لصحتهم لما يكبروا، هيحسوا بقيمة الغذاء اللي اتغذوه وهم صغيرين. تعالي اوريكي بقى الفراخ، طريقة سهلة جدا جدا. هتغسليها وتفتحي منها حتت كده، وتحطي بقى الصلصة وخل شوية زيت وملح وفلفل وكزبرة، وتحطي بهارات فراخ لو عندك، وتتبليها كويس قوي 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 من جوه ومن بره وفي الفتحات اللي احنا عملناها. وممكن تسيبيها ليلة في التلاجة تاخد كل برضو ايه الحاجات الحلوة دي اللي عليها، وتجيبي صينية تحطي ورقة فويل وتحطي ورقة بيضة تحتيها اللي هي الزبدة، وتحطي الفرخة عليها وتدخليها الفرن شبه طريقة الكيس الحريري. دي بتبقى زي المشوية كده بس بطريقة جديدة. قدميها بقى على العيش، حطي شوية بطاطس حواليها بس، بتطلع مستوية وتحفة. هوريكم طريقة تانية للفراخ دلوقتي. هاتي الطاسة وحطي فيها شوية زيت، وهاتي الفرخة افرديها كده زي ما انت شايفة، ورشي عليها شوية بهارات، تديها تشويحة في حبة زيت صغيرين او زبدة عشان تقفلي المشوية تمام. فاحنا عملناها كأنها مشوية جميل، بس المشوية وراها لك بص ازاي في الطاسة. شوية بصل مع الزيت والدهون اللي نزلت من الفرخة والملح والفلفل وشوية صلصة وتوم وبهارات الفراخ لو عندك، وحطي كمان شوية خضار مشكل لو حبة. هاتي الفرخة بقى وشوية مية بقى كمان كده،
تحطي عليها، سيبيها على نار هاديه هتستوي معاكي. خدي بقى من الصوص اللي تحت ده ودهني بقى الوش بتاعها، شوفي الجمال، ما بتاخدش وقت وسهله جدا جدا جدا. شايفه بالشكل الجميل والروعه ده؟ رائع رائع وتحفه، مشويه من غير فحم من غير اي حاجه. تعالى اوريكي بقى اللحمه اللي بالزبادي هنعملها ازاي. هاتي الثوم والملح والفلفل وبابريكا، وهاتي علبه زبادي وقرفه، وحطي كل دول كده على بعضيهم، او ممكن تحطي عليهم السبع بهارات وع الزبادي، وقلبناهم كويس قوي قوي قوي. تمام، الطريقه دي تنفع في الشاورما الفراخ وشاورما اللحم. هنا ما حطيت شاورما الفراخ، قطعناها مكعبات صغيره خالص مع الزبادي، وتحطيها على النار هتلاقيها بتنزل ميتها مع الزبادي، هتستوي منها لنفسها. وحطينا بصل وشويه ثوم وقلبناها تاني على النار، وبقت شاورما تحفه رائعه. استخدميها في سندوتشات في اي حاجه. دلوقتي انا جبت جبنه كريمي وجبت زبادي وحطيتهم على بعض وعملناه صوص، يعني صوص كده ايه زي البشاميل. تمام، بس الصوص ده احنا عملناه من غير ما ايه منحط حاجه على النار خالص. تمام، وحطينا البطاطس والشاورما وعملنا الصوص ده فوقيه، وشويه جبنه موتزاريلا او جبنه مشكله، ودخلناها الفرن بس يدوبك تاخد لون. دي طريقه تانية للشاورما بتاعت الفراخ. زي ما انا قلت لكم ممكن نستخدم شاورما الفراخ او اللحمه. الحلو بقى بتاعنا ايه؟ هوريكم حلو سهل جدا. اللي فوق الوش ده الكريسبي اللي هو بتاع التيميز، التيميز علبه التيميز دي. تعالى اوريكم الاول كده، هوريكم هعمل الطبقه اللي في النص ازاي. احنا هنجيب صينيه، ولو عندك كيكه هتقطعيها وترصيها في الصينيه، وهنعمل الصوص ده عباره عن لبن وجبنه كريمي وزبادي، وحطيناها في الطاسه لغايه لما القوام بتاعها تقل، وهنحط كيكه من تحت، وهنحط طبقه الكريمه دي في الوش وفوقيها بقى، وهندخلها التلاجه شويه. وعملنا الكراميل زي ما انتم عارفين طريقه الكراميل سهله، وجبت علبه التيميز دي ودوبتها في الكراميل شويه عشان تتماسك. بعد ما عملنا كيكه والطبقه البيضة في النص، حطينا فوق الوش التيميز بالكراميل، هتلاقيه متماسك وحلو. الشوكولاته ندخلها التلاجه ودي احلى طعم. ده بقى حلو جدا. هنحط عليها حبه زبده كده صغيرين او كراميل، يا ده يا ده. انا حطيت هنا كراميل وعسل نحل، وحطينا شويه لبن عليها. واعمليها بالهاند بلندر هتبقى عامله زي ايه، كريمه كده زي كريمه زبده الفول السوداني. تمام، بس ده بالبسكوت. اعملي بقى انت ده الجمال الحلو ده ساندوتش كده على توست، ودوقي الطعم كده بقى لما تفطري بيه الصبح، مش عايز بالليل طبعا عشان ده فيه سعرات حراريه. تعملي توست كده وتحطي عليه معلقه وتفرديها، وشوفي الجمال والروعه والطعم الجميل اللي هتدوقيه. شايفين الشكل ده؟ ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. بصوا الجمال، اعملي بقى ساندوتش التوست ده وشوفي الحلاوه والطعامه بتاعت الجمال اللي هتدوقيه. ما عملناش اي حاجه. باي باي.